السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المؤمن معمور عندما تفاجئه المصائب بأن يستذكر أن الأمر لله وليس له، وأن كل شيء بتدبير الله سبحانه وتعالى. وإذا علم أن الأمر ليس إليه وهو لا يعلم لماذا هذه المصيبة وما هي نتائجها وما عواقبها، عليه أن يسلم الأمر لله. النبي لما مر بهذه الأمر التي تبكي على ولده الذي مات عند القبر قال لها اتق الله واصبري، قالت إنك لا تبالي بمصيبتي، يعني رد عليه. النبي ما وبخها ولا شنع عليها ولا لطمها، تركها وسار. فأتيت فقيل لها أتدرين من الذي كلمت؟ قالت لا، قالوا إنه رسول الله. ففزعت حتى كأنما أصابها شيء من الصرع، فزعت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خافت على مستقبلها والنار. فقالت يا رسول الله إني لم أعلمك وأنا أصبر. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر المعتبر، وإلا فكل الناس يصبرون. إذا مات لهم ميت يجدون حزن في وقت الوفاة، تفيض عيونهم دمعا وسرعان ما ينسون. وهذا أيضا من لطف الله، لو أن الناس إذا أصيبوا مصيبة استمروا يتجرعون آلامها ويتذكرون وقعها على نفوسهم ما عمرت الدنيا. لكن الله جل وعلا منحهم الصبر، والسلوان لمن لم يصبر. إذا لم يصبر ابتغاء وجه الله صبر صبر المعين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.